السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم زملائي زميلاتي الكرام. بعد أن تحدثنا عن عملية الشد سيليكشن وعملية البورسلين سيليكشن في سياق صناعة البورسلين لامينيت فينير، محاضرة اليوم إن شاء الله هي تتويج لما تناولناه من أسس نظرية، سواء على مستوى تحديد اللون أو على مستوى أنواع الخزف والاختيار بينها، توظيف هاي المعلومات لحتى نحن نقدر مع كل حال نختار الخزف المناسب بالشفوفية المناسبة، وناخد بعض الحالات السريرية اللي نشوف كيف تتم محاكمة الأمور بالنسبة لاختيار نوع الخزف. فخلونا نبدأ. فهيك صار نحن بالنسبة للزملاء أعتقد واضح أنواع الجلاس سيراميك الموجودة في السوق. أنا بدي جمالية عالية جدا، ممكن نروح للفيلد سبات، عندي ريستوريشن بدي احطه على سن غامق متلون، بدي اعمل حجب لوني، ممكن نروح على الزد ال اس او نروح على الاي ماكس او الليثيوم سيليكات. عندي متطلبات ميكانيكيه منخفضه مع امكانيه يعني حاجه لحجب لوني منخفض، ممكن نروح على الليوسايت رينفورسد سيراميك. ف صار عندنا قدره نحن الان نحاكم الامور من خلال ما نحتاجه وما نملكه، سواء ك احتياجات ميكانيكية أو جمالية. بدي أحكي أنه لاختيار الخزف لابد من أنه نحن نأخذ اللون بشكل صحيح. حكيت في المحاضرة الماضية عن هذا الأمر، وحكيت عن الحاجة إلى ثلاث صور، صورة تبين لي السن مع الشيد جايد لثلاث ألوان قريبة بالفلتر العادي، وبعد هيك بالأبيض والأسود لحتى الفاليو تكون أوضح للفني، وأيضا بالبولارايزد فلتر اللي بيعطيني بدون إنعكاسات ضوئية لون الأسنان مع شد تاب، فبصير عند الفني فكرة كاملة عن كروما فاليو وهيو للأسنان. وبطبيعة الحال لابد من استخدام ستامب شيد جايد لحتى يعطيه لون الدينتين، وحتى لو كان في كور مثلا ميتال كور او في عندي ريستوريشن وات ايفر اللون، ضروري انه نحن نوضح له هاي التفاصيل، لانه مع الجلاس سيراميك مثل ما قلنا بيبقى هو عارف او محتاج يعرف الشفوفيه، مدى حاجته لحجب الالوان، وشيء مهم جدا نعطيه كمان سماكه التحضير، لانه بتلعب دور مثل ما حنشوف. نحن عشان ننتقل من درجه لونيه لاخرى محتاجين تقريبا 2 بالعشرة مليمتر ريداكشن كل درجة لونية. فلما أنا بدي أطلع من A1 لA2 مو مثل لما بدي أطلع من مثلا A4 لBL2 مثلا. فهي أمور تفاصيل نحن لازم نعرفها في حال نحن بدنا نعتمد بس على التحضير، مثل ما قلنا كل درجة لونية 2 بالعشرة مليمتر. أحيانا نوع السيمنت أيضا، هل هو أوبيك، هل هو ناتشورال، هل هو ترانسلوزنت، كمان تلعب دور. وفي حال أنا ما بدي اتجاوز حد معين من التحضير، انا بعطيه سماكة التحضير، فبصير واضح للطبيب ينبغي ولا الفني انه يكون عارف بالضبط شو شوفه فيه اللي بده يستخدمها. لانه في بعض الاحيان اذا انا بدي انتقل 6-7 درجات لونية مش معقول اعطي تحضير 1.5 مليون، بهيك حال ممكن نروح ل 7 بالعشرة 8 بالعشرة مليمتر تحضير، ونعتمد على انه نحن ناخد خزف بشفوفية اقل او بظلالية اعلى حسب ما نحتاجه. فمن هون هذا بيقودني للحديث عن مفهوم مهم جدا في طب الأسنان وهو الشفوفية. والشفوفية هي الدرجة التي تسمح مادة أيا كانت، ونحن في حالتنا البورسلين، بمرور الضوء عبرها. وبشكل عام مثل ما قلنا إحنا كل ما كان الخزف أمورفوس في جلاس محتوى جلاس عالي بيكون الشفوفية أعلى، وكل ما كان في بلورات وأكاسيد فبيكون الشفوفية أقل. فينا نعتمد هناك تشارت في إيفوكلار بيعطينا لون التحضير واللون المراد والمقترح، وبيعطيني حتى طريقة التكنيك سواء بلوك أو إنجوت، وبالتالي بناء عليه بيقترح لك نوعية الشفوفية اللي المناسبة للحالة. ممكن طبعا مثل ما قلت في حال نحن فهمنا البرنسبل هذا بشكل كويس انه نحن نكون والفني قادرين انه نختار وش الشفوفية الملائمة. في دراسة عن تأثير شفوفية الخزف ولون الإسمنت على قدرة حجب اللون للفينير في مجلة الدينتال ريزيرش في 2018 للدكتور قنديل دكتورة حمدي، حكت أنه أو خلصت على أنه الشفوفية لها تأثير أكبر من لون الإسمنت. ولذلك دائما يعني لما معظم الاستفسارات اللي بتجيني من الزملاء عن استخدام الإسمنت في تغيير لوني مراد معين، ما بنصح بهذا الأمر نظرا لمحدودية دور الإسمنت الحقيقة في عملية في تغيير اللون وفي تغيير الشفوفية. لذلك دائما مهم جدا نعتمد على الشفوفية بهذا الأمر.
الدراسة هاي خلصت على أنه لابد الحقيقة من الاختيار، أنه يكون في اختيار ملائم للشفوفية ولا لون الإسمنت من البداية لحتى نحصل على خواص تجميلية مثالية. أيضا حكيت على أنه مع سماكة فينير تقريبا نص مليمتر ما كان قادر أي من الخاصتين هدول سواء السمنت أو الشفوفية على أنه نوصل للأيوان بدون ما يكون في عندي اختلافات لونية. واخيرا خلصت الدراسه على انه السوبرينيتي اللي هو نوع من انواع الزركونيا ليثيوم دي سيليكات، والانيميك اللي هو نوع من انواع الهايبريد بورسلين ما حكيت عنه مثل ما قلت لانه الاوكسايد سيراميك والهايبريد سيراميك راح احكي عنها لاحقا كماتيريالز بعيدا عن سلسله الفينير، لانه يعني نحن مع الفينير جلاس سيراميك هو المحبذ والمفضل. فعم تحكي على انه المادتين هدول اعطوني تقريبا تشابه في القدره على حجب اللون السبستراكشر من خلال الفينير. ايضا حكيت على انه شفوفيه الماده المرممه هي كانت اكثر اهميه من السيمنت او لون السيمنت في تحديد الشفوفيه. دراسه اخرى للفوزان واخرون عن تاثير لون الباك جراوند وسماكه الباك جراوند على الشفوفيه للمواد الخزفيه المصنوعه بتقنيه الكاد كام، خلصت على انه اعلى كونتراست راتيو كان مع زد ال اس مقارنه بالمواد الاخرى. خلونا الان بعد ما تناولنا هالاساس النظري من على مستوى اختيار الخزف ونوعه وشفوفيته، ناخذ هالامثله السريريه عسى ان شاء الله انه من خلال هاي الامثله السريريه تصير اوضح فكره اختيارنا لنوع الخزف وشفوفيته. حنشوف مثلا نحن بالحاله هي الحالة هي الطبيب قرر يعمل وجوه ليثيوم دي سيليكات إيماكس، اللون بعد التحضير كان تقريبا A2 واللون اللي كان طلبه المريض تقريبا A1. نحن هون شو اللي لازم نختار؟ القاعدة بشكل عام بتقول انه كل انتقال درجة لونية محتاج معه سماكة تقريبا 2/10 ميلي. فأول شغلة نحن هون انه سماكة التحضير معناتها اللي انا بدي اياها، انا بدي انتقل درجة لونية او درجتين، فبهيك حالة نحن بنقدر نشتغل بحدود 4/10، لكن احنا بشكل عام اقل سماكه بنقدر نعملها من الايماكس هي 3/10 مع البريس، 4/10 بحال عم نشتغل كات كام. فنحن ممكن بهي الحاله انه نشتغل بريس او كات كام، تقريبا سماكه 4/10 ملم تكون كافيه سواء كات كام او بريس. في حال نحن بدنا ننتقل ل A1 يعني من الـ A2 لل A1 بيكفي بهيك حاله حتى ال 3/10 ملم تقريبا على مستوى، طبعا انا عم بحكي العنق، على مستوى الحد القاطع نحن بناخذ تقريبا بحدود الميلي ونص الى 2 ملي. بالنسبه للشفوفيه الخزف اللي حنختاره حنقول له للفني انه نحن بدنا HT، لانه هون نحن بدنا معايير جماليه عاليه وما عندي اي شيء يخليني اروح باتجاهات شفوفيه اقل. ما عندي لون غامق، ما عندي ريستوريشن غامقة، ما عندي كور معدني، ما عندي نحن بنسميها ديد اريا لما يكون في عندنا فراغات بين الاسنان بتعطي منظر اسود. فبالتالي نحن هون نختار اذا اتش تي وبناخد سماكة تحضير 3/10 الى 4/10. الحالة الثانية نفس الحالة الاولى، بعد التحضير كان عندي اللون A2 والدكتور بده يروح لل A1. فهون نحن بالنسبة لسماكة التحضير إذا بدنا نروح درجتين بنقدر نعمل كمان نفس اللي حكيناه هنيك، بنقدر نعمل 4/10 أو نص مليمتر مع البريس، بنقدر نعمل 6/10 مع الكات كام إذا بننتقل درجتين لونيتين للبي ال 4. هون أنا بيحضرني سؤال إنه لو أنا بدي أنتقل أكثر للبي ال 3 بي ال 4 هل بدي أعمل سماكة تحضير 1 ميلي؟ لا، هون بعتمد للعبة الشفوفية. يعني على سبيل المثال في هاي الحالة نحن لو بدي أنا أعمل اتش تي مثل ما عملت فوق، الاتش تي راح تعطيني هنا مظهر رمادي امتداد الفينير، لذلك الـ HT هون مو ملائمة. بهيك حالة أنا بس ممكن أنه نروح على الـ MT أو الـ LT. في حال مثلا أنا بدي أروح درجة لونية أو تنتين بعتمد على سماكة التحضير 2/10 بالمتر لكل درجة لونية لحد أنا بوصل للتحضير اللي بصير معاد أصغري. بهيك حالة أنا ما بزود سماكة التحضير، بعتمد على تغيير الشفوفية. فأنا إذا بدي أروح درجة درجتين لونيات بعمل MT، إذا بدي أروح أكتر بنزل لل LT على سبيل المثال. الحالة هاي الثالثة بدنا نعمل فينير، حنشوف في تفاوت في لون الريستوريشن يمين يسار. فبهيك حالة نحن أول شيء من الخطأ أنه نعمل نفس سماكة التحضير بالتنتين، لأنه أنا محتاج هون أوبسكيور للكلر بشكل أكبر بكتير من هون، فنحن بنحضر أكثر من هون
بناء على التغيير اللوني اللي نحن حنعمله، لكن كشفوفية بدنا نوحد الشفوفية، بدنا ننتبه لهذا الأمر. فمثلا بهي الحالة نحن ممكن باعتبار أنه التلون ليس غامق بشكل شديد أنه نحن نعمل سماكة تحضير هون. إذا كان نحن قلنا لون التحضير تقريبا A3 ونحن بنروح لل A1 مثلا، فأنا بدي 4 بالعشرة مليمتر كافي. لو بدي أروح لل BL فأنا عندي 6 بالعشرة مليمتر كافي. هون لا، بدي أروح أنا بشكل أكبر لأنه في تفاوت لوني بشكل أكبر، مشان أريح الفني يقدر يعطيني من خلال الشفوفية اللي راح أطلبها التماثل اللوني بين الاثنين. هون نحن طبعا إذا بدنا نختار HT ما راح يمشي الحال، لأنه الشفوفية العالية راح يكون صعب أن تحجب لي اللون. فنحن هون بيكون الأنسب أن نروح باتجاه الـ MT أو LT. راح نقدر من خلال هاي الاختيار انه نحصل على نتائج جماليه، طبعا حسب الانتقال. يعني انا اذا بدي انتقل كثير فبروح على ال تي، اذا بدي انتقل درجه او درجتين لونيات الام تي خيار مناسب. وطبعا مثل ما حكينا عن سماكات التحضير. المثال الرابع مثلا هو نحن المفضل انه نعمل زيركونيا، لكن لو البيشنت احيانا بيجينا بيشنت بيطلب بشكل محدد انه انا بدي ايماكس، فهل نحن ما فينا نعمل ايماكس؟ فينا نعمل ايماكس، بدنا نحاول طبعا نعمل شريط مينائي، نعمل بنيه سنيه تقدر نعمل لنا التصاق بشكل افضل. لكن بالنسبه للشفوفيات هون نحن اكيد رح نروح على الاتش او. بشكل عام نحن ما محبذ نهائيا نتجاوز 2 ملم بالتحضير المحوري على مستوى الجدران المحورية، هذا يعتبر تحضير شديد جائر لازم ما نلجأ له. فنحن ممكن نروح بناء على هذا الأمر للـ HO. هون بدنا ننتبه أنه دائما نحن إذا بنشتغل HO أنه هون ما في إمكانية لأنه نعمله كاد كام. هون كنا عم نحكي عن تفاضل بين بريس وكاد، سماكة تحضير أدابشين كذا، لكن هون نحن ما في إمكانية نهائيا. الـ HO ما بيجي إلا على شكل إنجوت بريس. بتمنى بنهاية هاي المحاضرة أنه صار في فكرة واضحة عن أنواع الخزف، عن أنواع الشفوفية المتوفرة، للطريقة اللي نحن نحاكم فيها الحالات ونختار سواء نوعية الخزف أو الشفوفية. منتابع إن شاء الله بهيك بكون اكتمل الأساس النظري لعملية صناعة الوجوه الخزفية. إن شاء الله بنأمل المحاضرة القادمة نبدأ بالأبوينتمنت 2 بالزيارة الثانية ونحكي عن البريبريشن، عن التحضير. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.